الهيئة السابقة من هذه اللحظة هي متخلية. عندنا 18 مترشح ومترشحة باش تنتخبوا منهم 9، ونحن في اتصال بالسيد رئيس حركة مدى تونس حتى يقترح علينا 4 الكفاءات الشبابية والنسائية والمرضين باش نضيفوهم، لأنه هذا النظام الداخلي المؤقت، وهي الحقيقة حكمة. ونحب أقول لكم لكل الأحزاب العصرية في أوروبا وفي كل العالم المتقدم، ثم نسبة كبيرة بالانتخاب ونسبة صغيرة للقيادة باش يقع التعديل، لأنه الانتخاب مش ديما يطلع الشباب، مش ديما يطلع نساء، مش ديما يطلع كفاءات اللي ينجم يفيد برشا الحزب ويفيدكم في موقعه في تأثيره، لكن ما ينجمش باش يصوتوا له ويجيب ناس يعني ينجم يطيح، قال شو الكلمة يطيح وما تعمل حتى بقع. ولذا الحزب ليه الحق في نسبة محدودة باش يعدل الكفة وما نخليوش ناس تفرط منا باش نقدموا في الاتحاد. لا ثم لا معينة متخفى وقتها، من حينها كلهم على نفس قدر المساواة وكلهم يخدموا في الهيكل اللي بدا تونس. ولذا باش نقرا عليكم واللي النادير يجي باش نقدموه، والانتخاب اللي باش يتم 9 لا اكثر ولا اقل، وماذا بينا ما بتمشي حتى ورقه ملغاه. كلكم تبارك الله عليكم، حزب حزب عصري، حزب متقدم مثقفين ومطلعين وتعيشوا في بلد ديمقراطي، ماذا بينا حتى ورقه ما تمشي حرام، لا اكثر من 9 ولا اقل من 9، وبدون حتى علامه زايده ولا كذا باش ما تمشيش نخسروا الصوت. سي هيثم الاحمد تفضل. خير الدين التويتي، نجاة دريبل، إذا كان نغلط صلحوا لي الاسم العالم هكا، مرحبا. راهب بن سعد، أبصم قاعد لون صاين مطار مثلا اشتغل. سي نبيل السعدي، سعيد. سي عمر السلامي، عمر. سي مدام إيمان سوغا، الزين بن عامر، علي عمارة، وين سعيد؟ سبيلين بن عثمان، سي الهادي بن عيفة، سي محمود الغربي، سي كمال الفريدي، سي الحبيب قريعة، سي محمد الطيب الكتاري، عاطف المرنيسي، سي مهدي المنصوري، سي مهدي المنصوري موجود، محمد ساسي نصري، أولاد نحسن.
يقسموا في الزوز اللي ما خدتوش نعتبروهم حذري تعرفوه انتم يعني نبقيه على اسمائهم كمرشحين بنفس الحضور بتاع اللي تعرف الصعوبات انتم اكثر بعيد وتعطلوا ما نعاقبهمش على خاطر تعطلوا به هذا الاخوان والاخوات باش نختاروا منهم تسعه مش ثمانيه سامحني هذا اللي عنا لحد الان المترشحين كنا نتمناه انه متناصفين نساو رجال لكن انتوما بالتصويت نتاعكم انتوما اللي تقروا باهي تفضلوا الاخوان يرجعوا لبلايصهم الآن سامحوني باش تتموا العملية في أسرع وقت وبصورة شفافة ومرة أنا باش نقرأ في القائمة عندي قائمة بتاع منخرطين الكل اللي يسمع اسمه يتفضل بحذايا باش نعطيه الورقة اللي فيها مجموعة المترشحين الطريقة اللي باش تكون أنك اللي اخترته تعمل قدامه كروة خلينا نتفق على الطريقة هذه هي فما ألف طريقة تنجم حتى تشطب وتخلي تسعة أما نعمله اللي تحب عليه تعمل قدامه كروة وتعد بعد ما تكمل تعد ماهوش أكثر من تسعة ومش أقل من تسعة باش ما تخسرش صوتك نبداو ليلي اساسي سيركونا غير موجودة ليلي اساسي مش موجودة بلال بالحاج عثمان يقول لي حاضر ويجيني شكري عنا شكري شرف الدين شكري شرف الدين مش موجود فؤاد بن حامد أسمى بن عيد نبيل الشابي كريم العتيري نبيل بوسالمي زين بن عامر حبيب قريعة حبيب بن عامر فضل زين خذ ورقة وتفاجأ واحد قريعة الله يبارك سي رضا جبري رضوان نجلاوي منصف بيوض فاصل مش فاهم حد شيء سي منصف بيوض سي علي عمارة موجود علي عمارة هاي تفضل رضا خلاتي ولا قالت لي اذا كان نوم سامحوني هذا مش مكتوب موجود سي علي عمر فلاش
Ich weiß auch, wie man Video macht. Darf ich mir was? حسين بن موسى موجود ولا ليلى بن موسى سيرين بن عامر منى خالتي مولدي بن عمارة صادق خلفاوي سونيا قليعة صادق خلفاوي موجود سونيا قريعة وليد بوسالمي سارة بن عامر مريم بن عامر مريم بن عمارة هذه بروس قريعة وليد بوسالمي سارة بن عامر مريم بن عامر مريم بن عمارة بروس قريعة عفيفة خالتي مكتب عفيفة ركسان بن حاج عثمان Рубина Бен Рашид, Лефи Мубарак,